مرحبا بكم من جديد. تخيل لو عرفت أنك ستموت في سن 20. هذه هي فكرة أول فيلم روائي سوداني ينتج بعد 20 عاما لمخرجه أمجد أبو العلاء. الفيلم يحكي قصة مزمل، شاب ولد في قرية سودانية تصله نبوءة أنه سيموت عندما يبلغ 20 من عمره. يقضي مزمل أيامه في قلق وترقب، وخلال ذلك يلتقي بمصور سينمائي متقدم في العمر، ثم تتتابع الأحداث. طبعا الفيلم أخذ عن مجموعة قصصية للكاتب السوداني حمور زيادة، النوم عند قدمي الجبل، وشارك في الكتابة فيه بالإضافة للمخرج الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، وجرى التصوير في منطقة الجزيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وهو من بطولة مصطفى شحاتة وإسلام مبارك وبثينة خالد وطلال عفيفي وبونا خالد ومازن أحمد ومحمود استراج. فيلم ستموت في 20 شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وحاز على عدد من الجوائز المرموقة، ليحط رحاله أخيرا في دبي في سينما عقيل ولمدة 2 أسبوع. إذن ستموت في 20. وللحديث أكثر عن هذا الفيلم كأول فيلم روائي طويل في السودان بعد غياب عام دام 20 عاما، وكيف شكل انطلاقه لمخرجه في عالم السينما، يسعدنا أن ينضم إلينا مخرج العمل أمجد أبو العلاء. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك. طبعا أنت يعني اشتغلت في أفلام وثائقية كثيرة، واشتغلت في أفلام قصيرة كثيرة، يعني في العالم العربي وفي دبي، في دولة الإمارات صحيح. كذلك خبرني عن تجربتك في فيلم ستموت في 20. ليش ستموت في 20؟ شو قصة الفيلم وشو قصة عنوانه؟ خبرني القصة بشكل عام نبغى نعرف. يعني كان تجربة جميلة جدا. نعم. وكان مشروع كنت منتظر اليوم اللي أشتغل فيه الفيلم الروائي الطويل الأول. نعم. لي وللسودان. أنا مواليد الإمارات طبعا. نعم. مواليد العين، عيناوي. يا سلام عليك. ودرس جامعة الإمارات. نعم. أعلام، وعملنا أفلام وايد، وبعدين تكملت أفلام قصيرة واشتغلت مهرجان دبي، ويعني فكنت تقريبا كان الحلم مشترك دائما نعمل أفلام إماراتية وسودانية، البلدين اللي ما كان فيهم سينما. نعم. على الأقل إحنا بدينا 2000 ولا شيء. فستموت في 20 كان ما أقول لك هو نفسه كان حلم، لأنه كنت عارف إن أنا أي فيلم أريد أسوي. نعم. لما وقعت في إيدي القصة القصيرة الحمور زيادة. نعم. وجه لي تحية صديقي على فكرة. ايه جميل حمور. وروائي رائع. رائع جدا. مهم جدا حاليا. وشخصيته حتى محبوبة جداً يعني. جدا. نعم. فالقصة كمان تشبه شخصية حمور وجنانة يعني. نعم. فخارج عن المألوف، هي تطرح طبعا الصوفية في السودان، الصوفية في السودان جدا متجذرة. نعم. وفي نفس الوقت الفيلم يحتفي ببعض أدبيات وجماليات الصوفية، ولكن ينتقد الجانب السلبي اللي له علاقة بالتقديس المبالغ فيه. نعم. أحيانا في بعض الفئات. فكان ستموت في 20 تجربة يعني صعبة جدا، لأنه ما في صناعة سينما في السودان تعرفين، يعني تقريبا هذا أول فيلم من 20 سنة بسبب النظام السابق واللي ما كان يشجع. نعم. الفنون عموما يعني. طيب هذا الفيلم أنا اللي سمعته أن هذا الفيلم السابع في السودان فقط من 20 سنة. صحيح. هذا بالنسبة لك أنت كمخرج سوداني شو يمثل لك وش يمثل حتى للسودانيين يعني؟ مو صحيح. بس أنت بفضل. يعني بالنسبة لي أنا كان في خطين متوازيين في راسي. نعم. اللي هو فيلم الطويل اللي هو الجزء الخاص اللي يخصني. نعم. إن أنا بعد أفلام قصيرة أريد، أنا كواحد عاشق للسينما. نعم. وأريد أسوي فيلم طويل، وفي بس كمان كان في الضغط والمسؤولية، مع لأنه هذا مو بس فيلمك الطويل، هذا فيلم هذيك البلد، فيلم السودان الطويل الأول بعد فترة طويلة جدا. والحسن الحظ في نفس الوقت اللي طلع فيه فيلم في نفس العام طلعت أفلام سودانية أخرى وثائقية طويلة. نعم. وكلها حصلت نجاحات كبيرة في العالم، زي جاز أفضل فيلم وثائقي في برلين لفيلم الحديث عن الأشجار لصهيب قسم الباري. وبالتالي اللي حصل أنه صارت الثورة السودانية، وفجأة 4 أفلام سودانية طويلة روائي وثلاثة وثائقيات أو 2 وثائقيين. فاللي حصل أنه خلى العالم يتساءل ماذا يحدث في ذلك البلد. نعم.
جميل جدا. طيب انت ذكرت قبل شوي طبعا ان انت مواليد الامارات وانت دارس جامعه الامارات، انتاجك لهذا الفيلم اول شيء خبرني الرحله كلها، كيف انتجتوا هذا الفيلم؟ شو قصتكم مع انتاج الفيلم؟ وشو العقبات اللي واجهتها؟ طبعا انت يعني اتوقع موجود في الامارات يمكن شوي بعيد عن السودان، فاتوقع هي يمكن واحده من العقبات، خبرني كل هالتفاصيل. يعني يمكن هاي الوحيده اللي كانت عقبه، لان السودان والامارات يعني في الاخر 3 ساعات، فاحنا طبعا السودان جدا مرتبطين ببلدهم حتى لو يعيشون في اي مكان. فعلا الامارات طول الوقت هي بلدي، بس دائما اهلي كانوا يودوني 2-3 مرات خلال السنه في كل اجازه، او 2 مرات على الاقل. وعشت 6 سنوات من عمري في السودان مرحله التسعينات، وانا اخترت يعني رحنا اجازه وانا قلت هم يعني اريد اقعد شوي مع جدي وجدتي يعني، وفعلا قعدت 6 سنين. فهذا عمل لي بالانس في موضوع الهويه، فدائما عندي انتماء لدول مختلفه، الامارات السودان ومصر، وهذا جميل يعني. نعم. فهذا عمل لي شويه بالانس. اما الصعوبات اللي واجهت الفيلم ابتداء من مرحله الانتاج، بلد ما فيها فند او دعم للسينما، وبالتالي كان لازم اشتغل على نظام الانتاج المشترك. نعم. والف في المهرجانات. نعم. ونتعرف على منتجين، والقصه فعلا كانت تلفت نظر المنتجين الاوروبيين والعرب. فصار الفيلم انتاج مشترك من دول مختلفه من اوروبا والوطن العربي. اخرها كان في مهرجان دبي، اخذنا كان جائزه اللي هو جائزه التمويل من الاي ار تي. جميل جدا. اذا شو رايك نتكلم عن كل تفاصيل الجوائز، ولكن بعد ما يكون ويانا اتصال هاتفي ويا بطله الفيلم طبعا، وبالحديث عن ابطال فيلم ستموت في العشرين، تضم الينا عبر الهاتف مباشره من العاصمه السودانيه الخرطوم بطله العمل اسلام مبارك. صباح الخير يا اسلام. صباح النور عليكم، صباح النور على كل أهل الطيبين بدبي، صباح خاص لأمجد أبو العلا، مشتاقين يا أمجد أحبابك. مشتاقين يسلم. كيفك؟ إذن خبريني يا إسلام، كيف كانت تجربتك التمثيلية في أول فيلم سوداني طويل ستموت في العشرين بعد غياب طويل، وكيف كانت تجربتك ويا المخرج أمجد أبو العلا؟ في البدء أنا بشكر أمجد أبو العلا لإيمانه التام ويقينه العميق بهويته السودانية وبإحساسه الكبير بممثل بلده، وإيمانه ويقينه بيننا نحن كممثلين سودانيين. شكرا أمجد. الفيلم كان أول تجربة سينمائية بالنسبة لي، كانت تجربة كبيرة جدا ما معتادين عليها. زي ما قال أمجد، نحن ما بلد داعم للسينما، فبالتأكيد كانت تجربة مختلفة، تجربة ضخمة جدا، تجربة مخيفة، لكن الحمد لله بفضل الله وعونه نحن عديناها وبقينا في منصات عالمية وعربية الحمد لله تعالى. بالذات هي التجربة الأولى بالنسبة لنا، وبعد قياب 20 سنة من آخر فيلم سوداني، فهي كانت ثورة مجتمعية بالنسبة لنا، ثورة سينمائية بعد ضمد طويل. فشكرا ستموتوا في العشرين. شكرا اسلام. شكرا لك يا اسلام. لا. شكرا يعني اتمنى أتمنىناك تكوني موجودة معانا. صحيح. لو بعدين تتكلم دائما على كيف كانت مرعوبة من المشروع، مع إنها من أهم الممثلات في السودان. نعم. في المسرح السوداني وفي التلفزيون، وممثلة قوية جدا، وعندها نظرات عيون حتى في البروفات قد تشتغل معي نخففها من كثر ما عندها هذا الإحساس العالي. جميل. بالشخصية، بشخصية سكينة اللي لعبتها، اللي هي اللي تخلف ولد ويقولوا لها الولد حيعيش 20 سنة. نعم. فهي مقتنعة بالنبوءة، ولكن في نفس الوقت الغريزة، غريزة الأم كانت تخليها يعني بتحاول تشوف حل، بس تشوف حل مع مين. فهي عملت الدور بحساسية عالية، وأنا سعيد جدا اشتغلت مع إسلام ومصطفى ومحمود السراج وبنا خالد وكله. جميل. إذا أنا أحس يعني حتى جهد كبير في اختيار الممثلين يعني. صحيح. لأن حتى شفت طفل، يعني الطفل حتى تمثيله رهيب، يعني شفت لقطات من الفيلم. يا سلام. إذا يعني ما شاء الله. أي بس اخترته بعد ما اخترت مصطفى. نعم. فبعد ما عملنا كاستنج واخترت مصطفى شحاتة، حسيت إنه أنا أريد أشوف أعمل كاستنج وأشوف. عملت كاستنج وما لقيت اللي يشبه مصطفى. صدفت شيء حظ رباني إنه ابن خالي هو فعلا كانت ملامحه تشبهه، حتى أداء إحساسه كان قريب منهم. فالبالانس كان جيد. إذن في الجينات عندكم إن شاء الله. الجينات من عائلة. إنزين خبرني، كنت قبل المكالمة تخبرني عن الجوائز اللي حصلتوا عليها، تابع حديثك.
يعني طبعا غير الصعوبات اللي مرينا فيها احنا، يعني كنا فعلا لدرجه انه 4 طن اكويبمنت وقفت في المطار 10 ايام واحنا في التصوير وطلعنا نصور. نعم. مشاهد خارجيه وغير مشاهد، مشاكل الفيز، مشاكل العمله السودانيه كانت تتغير، وهذا سبب الثوره. نعم. كان الاقتصاد قاعد ينهار، فحتى البادجت للمنتجين نعم. كان يتغير كل شهر، ومش فاهمين ليه البادجت قاعد يتغير. يعني الدولار ارتفع من 18 ل 62 لما كنا نصور، يعني نعم. كان ازمه، فهذا كله عرقل. وبالتالي لما اول ما تقبل الفيلم في مهرجان فينيسيا، هي الوحده كانت فرحه مجرد دخول الفيلم. اما انه ياخذ جائزه اسد المستقبل اللي هي واحده من ارفع الجوائز في العالم يعني، فهي كانت احساس بنشوه السعاده، الانتصار. مهرجان قرطاج يقول لي طبعا ابتدت هي طبعا هناك، بعدين رحنا تورنتو. طبعا هو مهرجان غير تنافسي تورنتو، بس مهرجان عظيم انه بعد فينيس نروح تورنتو. بعدين الجونه خدنا جائزه ذهبيه الجونه، وبعدين قرطاج خدنا التانيث الذهبي للعمل الاول جائزه طاهر شريعه، وافضل سيناريو اللي هو يعني جميل. وجهت فيها التحيه ليوسف ابراهيم شريكي في الكتابه. و أخذنا كمان جائزة في بريسي للنقاد العالميين، بعدين طبعا أخذنا جائزة في الهند وفي فرنسا اليونيكورن الذهبي، ويعني توالت الجوائز. جميل جدا. طيب يعني هذا كان القصة، شو بالنسبة للصورة والإخراج كذلك؟ يعني سمعنا كلام جميل، يعني أنا شفت لقطات من الفيلم يعني تمنيت شفت كله، بس يعني خبرني. سعيد برد فعل الناس عموما والنقاد تحديدا على الفيلم، يعني تقريبا كل النقاد حتى العادة يختلفون، كان في شيء مشترك في إحساسهم بالفيلم، وأنا سعيد بده جدا. والصورة بوجه تحية طبعا لناس كثير في موضوع الصورة تحديدا، بوجهها أولا للمدير التصوير، أنا فقط مدير التصوير اللي أشتغل معاه لمدة سنة بظروف السودان. نعم. وتأخير التصوير، واضطريت أشتغل مع واحد ما أعرفه قبل أسبوعين من التصوير. نعم. هذا طبعا بتعرفنا على بعض بالتليفون، اللي هو سيباستيان جوبفيرت، أصغر مني وشاب عمره زي كم 30 سنة تقريبا. نعم. وكان عامل فيلم طويل من قبل أنا حبيته جدا، فيلم تونسي. نعم. مع زوجته المخرجة التونسية ليلى أبو زيد. بس كان متفاهم جدا، وتفاهمنا لدرجة أنه ما اختلفنا ولا مرة لمدة شهر. جميل. وفي نفس الوقت بالنسبة للصور بوجه التحية كمان، أنه أنا عادة في فريق الفيلم كله خلط بين الفرنسيين والمصريين والسودانيين، ولكن فريق الارت ديبارتمنت كان تقريبا 99% سودانيين وصديقة مصرية رشا خفاجة، ولكن السودانيين كمان لأنهم أقرب للبيئة وخاصة الشغل على مود القرية، فاشتغلوا من غير ما يشتغلوا السينما في حياتهم، ولكن بإحساسهم بالسينما بحبهم للسينما على شكل مميز للصورة للديكور للأزياء. فأنا كنت سعيد جدا بالتعامل جميل مع السودانيين لأول مرة أشتغل. فخورين فيكم يعني، فخورين في أول عمل سوداني من سنين طويلة، وأكيد بنتابع. طبعا هو موجود بعده في سينما عقيل وسيعرض لي صحيح. هو الفيلم حاليا طبعا في السينما عقيل، ابتدينا عروض اول البارحه، انا كنت سعيد بانه سولد اوت. سمعنا حتى رد الفعل كانت جدا جميله. جميله جدا. طبعا ندعي كل المشاهدين ان يتابعون الفيلم، موجود في سينما عقيل لمده اسبوعين. بالضبط. اذا المخرج السوداني امجد ابو العلاء، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك.